السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب الساعة بأحلى متابعين وأحلى ناس وأحلى حلوين. والله توي حاط لك مركز الشرطة، إذا اشتكيت بدقك. كرايم بي. So glad you could join us and thank all dreadful messages. أوكي فهمت. يعني شو تبغى من الآخر؟ كرايم بيز جو إيفل. شو يعني؟ ابو ابني يقول لي عقب يباني ابني البرج هذا مال مشفو فرنش مخبز فرنسي. ايه مخبز مركز فرنسي. ايش حالكم؟ اليوم سوي شيء جديد طبعا، اكيد يعني لازم بضيف شيء. ضفت هذا عسب ازيد البوبيليشن. المشكله اللي حصلتها ان ما عندي ناس فقيره شوي انها تشتغل، يعني عرفتوا، فشوي استوالي مشاكل في من هالناحية هاي. الهيلث للحين زين، كل شيء زين، نشوفه. الحرايق يعني الدنيا مش حالك كلها. الشرطة قاعدة تهني نوعا ما تزخ الناس، لأن ما عندي وايد مشاكل، الناس متعلمة. حطيت لهم بالنسبة للتلوث اللي كتب لي التلوث. شوفوا التلوث مربوط بالويند ماب هذا، شوفوا الجراوند بولوشن وينه، هني التلوث كله. في تلوث سبة الرياح بيروح هذا الصوب، لهالسبب حطينا نحن الصناعية هني. يعني للحين هني شوفوا ما في اي تلوث يوصل هنا، حتى لو تشوفون مثلا الجراج هذا بمب هذا هنا دمب هنا، الامور طيبه يعني عادي، مفروض ما عندنا اشعاعات ما عندنا هالسوالف. انا قلت ابغى ازيد شوي فلوس عشان اقدر احط مشاريع اكبر، بس عشان ازيد فلوس لازم ادخل في التعقيدات المنو التريد هاي نفسها. فاللي بسويه يمكن احطي، خلينا نشوف شو عندنا في الخريطه هذه. خلينا نحط لكم يا حبيبي يا حبيبي. ايوه هذا بفحم تحت الناس، معدن مكانه حلو، لان ما نبغى شيء كبير نحن اصلا. تريد عندنا، كل شيء عندنا، بس لا تريد مش ان عندنا، ما ينحسب عندنا. المشكله اللي بواجهها الحين حتى لو حطيت معادن هني مثلا، وين صار المعادن هني؟ صح بترول عندي، او بترول مكانه زين ومش زين، زين مو بزين، لازم افك هاي كلهم. بسوي تلوث بعد، بس ممكن احط بترول صغير وبعدين اتفاهم مع الموضوع. خلينا حطينا شارع لحظه هني، بس الناس ما راح يكفونه، بس الوظائف اظني راح تجيب ناس زياده، لان هني اتمنى انه ما يذبح الناس اللي هني. بس تعرفون احتياطا خلنا نشل الناس اللي هني. لحظه الناس اللي هني بنشل الناس اللي هني على الزاويه هذه. اوكي هذا ظني عادي، خلنا نخلي اوكي، خلنا نشيل الناس اللي هني وبنحط شو الشارع الكتر هذا. ما عندي فلوس تم اضيعها لحظة. اللعبة ترى تي بالعيد مرات. انزين لحظة انزين شوفوا، وانا والله اللعبة من زمان ما لعبتها، يعني من فترة طويلة فناسنها شوي. فاللي يتذكر امور اكتب لي في الكومنت تحت شو الصح شو الغلط شو السالفة شو الموضوع. دريلينج اويل ويل، ايوه هذا مش راح يلوثهم، هذا راح يقتلهم قتله. ان شاء الله ان شاء الله تمشي الامور. نت نفس مليون زرش، كم يباله؟ 37000. 37000 الحين بنيبلك 37000، بنيبل 37000. بنحطي اول محطه بترول، بس انا ب 47000 يعني على فكره. ليش؟ لان لازم نحطي مال التجاره اللي هو مال التريد ديبوت، اساس ان ناخذ بترول ونصدر ونورد. بس طبعا احنا بنصدر الحين على اساس نبدا شوي صناعات، لان المدينه هاي بتكون اساس حق مدن كثير جايه. زين، والمدن اللي جايه هاي راح هي اللي يعني قبل شوي كنت في وضعيه بيرفكت بالنسبه لي. جيت مره واحده تستهبل علي ليش؟ والله هني بعد مش سيء ترى، ان شاء الله يتحملون اللي يهم. زعلتوا طقق لي طقم. انزين قصدي سوري يعني. انزين الحين يبالنا كهرباء طبعا، انا اتصور كهرباء سيدة بتنقص. هي كهرباء سيدة نقصت، بس اظني الكول بعد غالي، هذا غالي. لحظة هذا اقدر اهدم منه حبه حبتين،
حبتين وارم احط مكانه اويل ستورج. ارم اقدر احط مكان هذا اويل ستورج اوكي. ونسوي مانج ماركت اكسبورت اويل اوكي. ونحن الاويل اللي بنطلع حق تصدير الحين هذا غصب شغال ترى، ترى قاعد يسحب كهربة المدينة كامل. فشو بسوي؟ ابغى اضيف دبل وين تربين المفروض يكفينا. ما بزيد المصنع زيادة، لو زدت المصنع زيادة راح اتوهق وهقة لا تتخيلونها. فخلني ريال محترم كلاس رومز فول اوكي مو مشكلة، كلاسات فول ما علي مو مشكلة، الحين ما عندنا فلوس. انزين الحين اللي بنسوي خلنا نزيد سيارة هني. لحظة هناك عندنا سيارات الحين، وين السيارة؟ هني ما في سمونيس كم يبغى له؟ 10,000 بالقاعة. بنحط له لوحة عين، لوحة زينة، لوحة زينة، مشروع ناجح. زين بنحط لنا ما نبغى اويل بمب، ما نبغى هذا الحين اوكي، بس نبغى هذا ينتج لنا قد ما ينتج لنا الحين. مو مشكلة بنحتاج كمرشل، واللي هو شيء زين ترى، لأنه بيستوي عندنا بترول انصدره، بيستوي عندنا مشاريع أكبر نحن قاعد نسويها، والناس ممكن نطورها بشكل أكبر. طبعا الناس زيادة بتينا، نحن كم وصلنا قريب 5,000 واحد. وأول شيء بسويه أتصور لأن أقدر أحط هني أنا تعليم، أقدر أحط فاينانس اللي هي يعطينا سلفيات، سيفتي اللي هو فاير يعطينا، توريزم سياحة اللي هو ما نبغى حاليا، ترانسبورتيشن أو يوتيليتيز. يوتيليتيز يعطينا ووتر بامبنج ستيشن العود. فأنا أفكر يوتيليتيز الحين بيكون يمكن أكثر شيء حكيم نحطيه. شوف الناس كيف قاعد تطور، لأن في استوت الوظائف شوي كبرى. هاي اللي ما كانوا محصلين دوامات، وهني ما محصلين موظفين، لأن هني كانوا الناس مش موجودين، هاي اللورزنس المساكين. فالحين الهدف التطوير هني، خلي بخاطر أحط ملعب العود. وين صار لارج فيلد هذا؟ خاطري أحطي هالملعب، ما أعرف ليش والله خاطري، مشكلة بدمر. شوفوا هني اللعبة فيها شيء حلو ترى، يعني هني عندي تلوث صح، شوفوا شو يستوي. مفروض اللي أنا أذكره إن هذا يحد من تلوث، والله ما حد من تلوث، أنا أذكر كان حد من تلوث. زين إذا نحطي لنا حيث كنا نحط شير، والله تصدقون يا جماعة لازم تكتبوا لي في الكومنت، لأن أنا ناسي معظم الشغلات هني. انزين الحين نحن عندنا كذا كذا أويل، أويل ستورج، نقدر نحط لنا سيارة زيادة، ما عندنا مشكلة سيارة زيادة أوكي، مشروع ناجح. خلا ينقل البترول كامل، وين البترول لوين؟ لين هني. إذا يان البترول لين هني معناه ياخذ درب حلو صح، درب طويل شوي. شوف الباركنات حلوة والله، انا احاول احط باركنات نفسها سيدة من 60 سنة، مش ناجح الوضع. انزين الناس بتبدأ تتطور، عندها خدمات عندها كل شيء، بس المشكلة عندنا شوية في الهيلث، ان اظني هذا فل ايه، فلازم نبدأ نوسع المستشفى مالنا. وسع اول شيء بنحط له لوحة، خلنا نشوف اللوحة هيلث كلينك اوكي، والله كنا على اساس انه ما نعرف انه هيلث كلينك يعني صح. انزين خلنا نزيد التوكس، ناخذ سلفية من الناس. شوفوا كد الناس كدا الى يوم الكد، ما برحمهم، خلهم يطلعون فلوس اللي بجيبهم ولا يتفلسفون علي. عندهم فلوس انا سويت من مدينة ولا شيء، وانا تعبت على المكان الصراحة، وانا اطالبهم بالمال الذي لديهم، مشكلتهم والله يعني الصراحة يعني. زي 8 من 14 انجرت بردي نحن ياسين نعالج، وستة من 14 مرضى. فشو بنسوي من فلوس الناس؟ بنبري الناس، بناخذ فلوس من الناس. عرفتوا اللعبة كيف؟ هني اللعبة. مشكلة أنا ليش مرة محطة هني؟ ما بأكسر أنا هذا البيت، مو مشكلة خلي ينكسر، بنحطي هذا لأن الحين استوى مكان واضح. خلنا نحطي لنا بعد سيارة ثانية. انزين وأقدر أمده، لا بعد لازم أمده هني، بحطي واحد من هذا أوكي اظني اكثر من كفاية، لان الانكم مالنا وايد نزل. بس هذا مفروض يعالج لنا كل الناس تقريبا، استوى عندنا سيارات تجيب الناس المرة، بس استوى عندنا بعض الامور يعني المفروض هذا يغطينا وزيادة. انت ليش زعلان؟ لحظة تعال انا اشوف واحد زعلان، شو مزعلنك حبيبي؟ feeling sick walking اوكي. هذا الحين السبب الاول من اللي هم الضايقين كانوا له المستشفى، وحلينا مفروض موضوع المستشفى، لأن استوى عندنا كم سيارة اسعاف؟ نحن سيارتين اسعاف، واستوى عندنا لا اوكي كفاية المفروض هذا فوق الكفاية بحبة. انزين البترول شخباره؟
اوكي تمام. اخبار البترول 200 200، في بترول عندنا هنا بس ما قاعد يبون بترول هنا، ليش؟ ما عندكم سيارات انتو؟ سيارات فل، 4 من 4 جراجات. اوكي انت ليش زعلان؟ الحين كان يكتب ليش، شو اللي لهم، ليش مش مستانسين؟ اوكي الحين اوكي وصل مستشفى مسكين. لحظة خلينا نشوفه. اي وصل والله، ده مستشفى مسكين والله. مشى من وين؟ من البلدية، مشى مش بلدية، من التاون هول والله، مشى لين هني والله، حرام مسكين، كاسر خاطري والله. المطافي عندنا شكله متوهقين، وسيارة المطافي الوحدة بتكلفنا ما يعادل لحظة 15200 في اليوم، يعني اقدر احطي سيارتين مطافي قبل لا تضرب عندي الميزانية. سيارتين مطافي قبل لا تضرب بالميزانية. اوكي سيارتي مطافي is good، زين يعني، بس ياسي يطفون 5 من 5 حرايق، 5 من 5 حرايق وضع صعب، لا وضع وايد صعب 5 من 5 حرايق. خلنا نشوف يعني، لان في عندنا وايد حرايق معناه في المدينة، فخلنا نهدم هالبيت ونهدم هذا وننزل التاكس لين 9 مرة ثانية قبل الناس تطلع. زين ابا اقدر احطي واحد بعد، بس احس ما له داعي لان استوى عندي وايد سيارات، احس بيكفي المركز استوى كبير. في وايد ناس زعلانة بس ما اعرف سبب الزعل الاساسي. مريض هذا. زين عندنا سيارات سعف، لحظة عندنا سيارات سعف، ليش ما يودونك؟ سيارة سعف كم تكلفني في اليوم؟ 200 في اليوم، بنزل ماي نسحبها. الله يستر الله يستر. اوكي الحين استوى عندنا تغطية شاملة. اوه هاي سوى بقريد، نايس نايس. تنزل البترول شغال عندنا الحين، بس وين قاعد يروح البترول؟ اذا ما انا ما قاعد اشوف فلوس. اوكي يتني 6 فلوس، لحظه 6000 هاي من البترول اكيد، هذا اكيد من البترول. مونثلي ترانزاكشن كرود اويل، ها 9000 درهم يعني تو من البترول، نايس. هذا معناه اذا اسوي ابجريد حق البترول بيكون يستاهل ابو الابجريد، بس المشكله وعنده بولوشن، جراوند بولوشن داخلي للحين. اوكي شوفوا للحين وضعه تمام، فشو بسوي؟ حتى لو ننزل شوي في الماينس، لان البترول راح يدخل علينا وايد فلوس، لان اذا الترانزكشن 9000 اذا اقدر ازيد التصدير الحين حبتين. كم يبالي التصدير حبتين؟ لحظة يبالي 10000 يعني 300 شي طن. انا اسف والله يا البيوت، والله اسف، بس محتاجين فلوس حقكم، يعني مش محتاجين فلوس حقنا نحن، نحن بفلوس حق المدينة لكي نخدم الناس بها. يلا زيد 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 زيد. اوكي انا مسوينا بطيء، لحظة هم وقفنا اصلا، ليش ابا فلوس ورافع التاكت متعب عمري وموقفنا؟ انزين هذا معناه انا بحتاج سيارة هني ما بتركب. احيا النكبة. لحظة وين التاكس؟ خلنا نزل التاكس، خلنا نزل التاكس، بس وايد 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 طول التاكس. انزين هذا معناه في حد طلع اباندنج بيلدينج اظن من التاكس هذا، هي من الضرايب. انزين ها معنا قاعد ما طلع احنا بترول زياده وغلطت انا في حبه. مشكله ما في موف، يعني اذا حطيت شيء خلاص انا مجبور فيه، انا مجبور في الشيء اللي حطيته. تشوف جراوند بولوشن اير بولوشن للحين اوكي الوضع شكله. انزين هذين يبالهم ابجريد، انزين بس شكلهم ما بيسوون ابجريد بالسهوله هاي، بس نحن عندنا الحين ابجريد تاون سنتر، مثل ما قلت لكم الوضع يباله ابجريد حق اليوتيليتيز، الماي والكهرباء. لا ماي وكهرباء بعد ما يباله والله، تبون صدق نحن ما نبي ماي وكهرباء، يمكن نسوي
وين السياحة بعد؟ فاينانس اديوكيشن تعليم لا نبا فاينانس يمكن نتوهق في فلوس ولا احس اليوتيليتيز اهم منها. خلنا نسوي اليوتيليتيز اول. خلنا نسوي اليوتيليتيز وايد ممكن كلفنا وايد بعد. انزين هاي الناس الحين بتستانس على شيء هذا من نوصل هاف بوبيليشن 40,000 من نوصل 40,000 يكون عندنا بيت العمد. بيت العمد بخليهم يستانسون بشكل لا تخيلونه. انزين الحين نبغى نحش في محلات تجاريه. محلات تجاريه نقدر نحطيها في اماكن نفس هاي زين واماكن نفس هذه بدون ما يضايقون وايد. لا مش هني يعني اذا حطيه هني اوكي هاي محلات تجاريه اوكي مكانهم بالنسبه للمحلات التجاريه مكان ممتاز وعلى منفذ الهاي واي اللي هو المنفذ الدولي. اللعبه مشكلة ان احنا محصورين في المربع لان احنا فيه مش نفس العاب البناء الاخرى. لكن تعال انت ليش زعلان؟ هاي تاكسس خلص من زمان حبيبي راح نزلنا التاكس ونكبنا اوكي الناس بترجع الحين شويه ما عليه بيرجعون يبنون هاي اللي هدمناهم ترى. بعد في غيره بعد هاي تاكسس انت خلاص واحد زعل العالم كله تزعل واحد قص عليكم طلعتوا نسيتوا كل اللي بيننا واللي سويناه وانا تعبان عليكم والله ما تستحون. انزين قاعد نبني عمارة جديدة. انزين في عندنا شغلات ثانية ممكن نحن نسويها كسكن بس انا ما عيبتني وايد على كثر ما انها حل احسه عملي اللي هو الميجا تور. يعني نحن نجيب ميجا تور ونسكن الناس فيه اللي هو الميجا تور ترى ضخم ضخم. شوفوا كم ياخذ مساحة كم ياخذ مساحة بس اذا بحطي بيكون مكان نفسه تقريبا. يعني اذا اقدر احطي كم الكوست ماله رننج 800 اور اوكي بس كم واحد يشيل وايد بس نقدر نحطي تور. بس تور هني غلط احسه هني لانه على واجهة البحر وقريب من المدينة بس بترول مخرب. او ممكن نحطي ايوه ممكن نحطي هني زين ونحط حوله خدمات بيكون حلو بعد ترى. يعني احس ما بيكون مشروع غلط الصراحه ابدا. انزين خلينا نشوف نحن الحين شو وضع الكهرباء عندنا والربع. زين الكهرباء مالنا زينه زينه بس اذا زدت بترول اكثر من هذا راح انكب. بس المشكله انا نكبت عمري في شو فخلوني اهدم هذا واهدم هذا. زين وبحط بترول مكان مقابل هذا اساس ان الباركنات ما سكرها اوكي. واحطي سياره هنا واحطي بترول هنا ما يكفي فلوس بس اوكي. بس احسن من انه ما يكون عندي طريقه انقل فيها البترول لان نقل البترول وايد مهم ترى على فكره. انزين ايش يبغى هذا اوكي يقول لي زيد الشو زيد الباصات مش قادرين نتحمل ضغط الشغل اللي علينا فخلنا نزيد لهم شوي باصات. شوفوا بنزيد التاكس الحين نزلنا شوي لفلنا استوى اصعب من قبل. زين زين استوى 16,000 18,000 تعال شوي نبغى ثلاث باصات زيادة اربع في هالحول تقريبا. كم واحد نقدر نحطي خلنا نحسب لحظة خلنا نبنت هذا. زين خلي التاكسي شغال مو مشكلة بنحطي لنا باص باصين ثلاثة أربعة ما نبلع بس خلاص خلنا ننزل تاكس. بننزل التاكس يا اصدقائي اوكي ما بحط لهم باص هذا بس المفروض يتحملون الضغط اللي عليهم الحين لان بينزلنا وايد تقريبا يبتع القياس لان الباص يزيد 100 وكان عندي مال 600 ولا 500 مع طلاطيش اخرى. يعني ايوه صح. زين ها كم واحد ساكن فيه؟ والله خاطر ازيد اللاند فاليو بعد. شوف هذه الحدائق مالهم حلوه ترى في مودات اظني وهالسوالف. اوه شوف العمار اللي قاعد تطلع اوه عمايره مكان فاضي الحين بيسكنون الناس بعد
حبيب والله حبيب، ندوركم دوارة نحن. كيف الترتيب؟ والله يبالي السكن العود، والله يبالي السكن العود من خاطر، والله يبالي. خلنا نشوف كم بيتحملوا مع التاكس. لحظة لحظة، صور صور صور، خلهم غلب. والله بيزعلون، والله بيزعلون زعل زعل جامد الحين بيزعلون. صبر، في حد اباندند؟ لا للحين اوكي. بطارية شوية، شوفوا شوفوا شوي شوي بيطلعونهم كم بيت. بس اذا استوى عندي 120,000 خلاص نحن بنحل المشكلة. معظم المشكلة بنحلها مع الناس اللي نحتاجهم. ببري تور يا على البحر يا على الصوب شو الثاني. في حال بنيت واحد من اثنين راح ارتاح راحة مش طبيعية. طبعا هالحركة ترى خطيرة، كثرة تكرارها تنزل تقييم الناس للعمدة. شوفوا في واحد اوريدي طلع، بس انا صابر صابر صابر. ومعلي معلي معلي شوي 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 بنزل التاكس، بيرجعون الناس مرة ثانية. بنتعرض لأزمة صغيرة، بس المفروض نتقي شر أزمة كبيرة اللي هي السلفية. سلفية خلاص يوم مرة ما عندي شيء، ما عندي شيء. شوفوا في نوفمبر بعنا مرتين بترول 9000 9000، بس ما ينفع بترول بروح نبيع صافي. ترى أبا أشوف أنا البرج كم واحد بيشل، ما أذكر كم واحد يشل، لأن البرج لو شل عدد كافي بنرتاح راحة مش طبيعية. زين بعد حبة، أعطني حبة غير، حبة غير، حبة غير. البرج هذا راح يخلينا ننتقي شرور الدنيا كاملة. بس واحد اثنين هذا عشر. إنزين أوكي 9% ردينا. أظن إلى 11% تراهم بعدهم أوكي. ها سيدة طلع not enough to ship freight. كيف أوف فل فل يا حبيبي، شكل هاي بس يصيرون على البترول ما يسوون سالفة حق هذا فرايت براية عادي. الحين احنا بنحط برج زين، نبى نحل أزمة عالمية. صبر 120,000 هني. والله شوفوا مكان حلو يا جماعة، والله شكله مكان جميل. بس المشكلة ورا هذا، أحطيه هني بيسوي زحمة. أحطيه هني إلا إذا أشل هذا الكشرة وأحطي هذا وين في شارع بروحه، بيكون مكلف وايد، بيكون مكلف وايد مكلف. لحظة خلنا نحطيه هنا. والله انا عايبني المكان من الصبح لانه اوريدي الفاليو بعد عالي مش كشره. اوكي اوه كيف استانسوا، يو كيف استانسوا، يو كيف استانسوا. ليفل 1 اوت اوف 8 انزين. بروفيت ما يدخل، انكم ما يدخل، كذا ما يدخل للحين. هذا شقق قاعد تنبني. شوفوا 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 شوف شوف محلا 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 يا حبيبي على البرج محلا. هذا البرج ترى يتم يكبر ويكبر 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 ويكبر. من ينبني 800 انكم تحت بالضبط. هني الخوف، الحين هني الخطر اللي انا اقولكم عنه. شوف شقق للايجار، نحن عندنا طلب السوق. ايوه سكنوا كم؟ 1200 واحد دايركت، سوينا 11000 واحد. 1200 واحد سكن ما غير الانكم مالي. كذابين والله، والله كذابين. ايوه الحين دسينا في 700. الاكستنشن الواحد كم ياخذ؟ نبى محلات تجاريه زين، نبى هاي اللولو ولد هني شوي في تحكم. كم يكلفني؟ 26,000. عندي 26,000 ستارت كونستراكشن زين. الحين هذا البرج اللي بيحل لي مشاكل معظمها مال السكان، يعني بنقدر نسوي شوي موازنه مش وايد، وهاي اللي نقدر نلعب فيهم في الاشكال على راحتنا. يعني هذا يشيل الكميه. تولي 11,000 نفر و 11,000 نفر، شو هذا 16,000 بيفتح لي شيء جديد. نايس. الحين المشكله اللي بواجهها فعليا كهرباء مي بوليع كرمته. فبنحط 64,000 يا الظالم، 64,000 يا الظالم. نرد حركة التاكس، ما في غيره، ما في الا لعبهم انا على الانكم مالهم تراني. بس التريا هذا انا ينزل
لأن الكهرباء عندنا بعد ما أعرف كيف وضعها، الكهرباء تعبان وضعها تماما تماما تعبان. فشو بنسوي؟ بنزيد التاكس حبة حبتين. ما بياخذ لون يا جماعة، أنا ما بياخذ لون زين، لأن اللون راح يكسر المدينة كسرة مش طبيعية وصعب نرجع من اللون. ويند للحين المدينة شغالة على الويند ترى، هذا بعد كوست إضافي زين. ملتريا شوي 60,000، صبر عندنا 18,000، يجيهم كهرباء كفاية إن شاء الله، كهرباء كافية. لا مش كفاية، بعد يبالهم كهرباء غير واحد. أهم شيء أول شيء الكهرباء زين، 17,000 بس كيستو عندنا أكسس وات. حلو 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 وايد حلو. لازم أنزل قريب ترى، 3 أباندند، هم زعلانين شوي أصلا. إيه السعادة قاعد تنزل، مستوى السعادة، لأن نحن وايد قاعد نستنزف من المصادر بس على أساس شو نسوي، ناخذ فلوس منهم، فهذا شيء له آثار جانبية قوية يعني. فلازم نحن نحاسب هالحركة، مفروض أني أحاسب وايد بس أنا ما قاعد أحاسب وايد، أنا قاعد أروح شوي منهج خطير شوي، اللي هو منهج ما عليه طاف برايهم 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 برايهم، عرفتوا؟ فهذا المنهج شوي خطير، إن لو تميت عليه راح عادي بالعيد فيها نهاية. هلا ننزل أوكي. أوف بعدني بلس 400 ها؟ نايس. الحين شو بسوي؟ أوقف اللعبة. أنا وين حاطة الأولي؟ هذا دمر، هذا الدوت أبى أحطي الجديد مكان نفس هني زين بيكون، بس هني بعد نص نص، بعد هني أحسن بيكون. وأبى أجيب الشارع اللي عنده أسوي له أبجريد، هذا شارع أساسي خلاص. شوفوا هاي المشكلة الحين، تبديل الشوارع هني معاناة شوي. انزين الماي شو أخباره؟ الماي نحن على شفا حفرة، بس الماي حل نوعا ما رخيص بالنسبة لهم. شوفوا ماي أوكي، كهربا زين. أوه الكهربا، كهربا وايد زين. الحين الحين يبالنا شو ناقصنا نحن؟ انزين في عنا مول فوق، ناقصنا أظني الربع، خلنا نشوف population source locals visitors، ما عندنا population wealth وايد، ما عندنا low health. اوكي نحن محتاجين اي وظائف، وين اي وظائف محتاجين؟ ها شو سالفته؟ need low wealth apartment levels، اعرف اوكي low wealth low wealth low wealth low wealth low wealth، نحطي لهم low wealth بس وايد نكبناهم نحن. now hiring، شوفوا ما عندنا ناس تشتغل، فاللو قلت شوية مهم. زين خلنا نحط بيت العمدة، بنحط بيت العمدة عند الحديقة اللي هني، لأن المكان وسيع وسط الناس، خلها تستانس شوي، الريتنج مالنا يرتفع. بيت العمدة طبعا الحين بيوظف ناس. زين الليفل ما يكلفنا وايد، بس كلهم زعلانين هني لسبب من الأسباب. unhappy يبوني يحركون الشخخة الجديدة، هاي مشكلة أنا ما واجهتها قبل تصدقون، لأن في عندي طلب عالي على الناس اللو ويلث زين، لدرجة أن أنا ما فكرت الموضوع بالطريقة هاي قبل، عرفتوا؟ كنت تري مال البترول، بس مال البترول شال لنا نوعا ما، أنا قاعد يزيد لنا فلوس في الوسط، يعني كنت مش حاسين فيه لأن أنا وايد قاعد أرفع التاكس، بس قاعد يشلولنا وايد من الوسط من النص، ما قاعد يقصر. اوكي انزين خلنا نضيف low wealth apartment. انزين كم سعره؟ 20,000 صح؟ بنضيف شقق زيادة. الحين نقدر نضيف شوي صناعات، لان استوى عندنا توازن شوي في عدد الناس، لان ممكن هاي مع الوقت بيستوون ابراج، استريوا عليهم انتو بس صبركم عليهم. بس عندنا مشكلة ثانية اللي هي المدرسة، صبر خلنا نضيف extension للمدرسة هني واحد، ونضيف له
بس ما نبغى شيء ثاني حق المدرسة حاليا. اوكي شوي ضفنا اكستنشن يعني شوي بيتعدل وضع الدراسة في ناس متعلمين اكثر. انا ما اذكر اذا هم نفسهم سيتي سوري نفس سيتي سكاي لاين اذا لازم يكون عندي عدد ناس غير متعلمة. انا مش متأكد من هالنقطة 100% لكن من ينبني هذا الحين عندنا راح شوي الناس تزيد عندنا والانكم راح يعني حتى التعليم راح يزيد الطلب عليه شوي شويتين حتى يمكن مش شوي لان الموازنة شوي يعني نص نص. الماي قام ينقصنا بس الماي قلت لكم حله بسيط اجيب لي مكان ما فيه تلوث فيه ماي ونحط فيه ماي. هذا ما في تلوث شكله زين المكان. هذا كم يعطينا؟ هذا يعطينا 10 كيلو قرنها 6 كيلو قرنها 6000 تقريبا نفس الشيء. فخلنا نحط هذا كمصدر ماء جديد. اوكي الحين ما عندنا مشكلة. كهرباء كيف وضعها؟ كهرباء نص نص بس الحين الكهرباء نحن مش في خطر وايد لان الويند واحد يعطينا كم 3 ميجا وات ونحن نحتاج اقل شوية. نحن نحتاج 1.8 زيادة. هذا الحين شوي بينتج لحظة بيسوي عندنا زيادة 1.2 المفروض. نحن لين 21 لحين اوكي ترى عندهم كهرباء بس اوكي 4.5 عندنا زيادة. اوكي عندنا زيادة كهرباء يكفي هاي 1200 سيدة زادوا وما تفاهموا معانا خير شر. يعني الحين نقدر نبدأ نسوي صناعات ثانية على حساب منو؟ على حساب الصناعة اللي موجودة حاليا اللي هي بنشوف صناعات ثانية في الدريلينج. تريد ديبوت مش تريد ديبوت دريلينج وين صار هذا. نحن محتاجين ريبانة 9000 في اليوم. واو 9000 في اليوم اوفر. هذا 9000 في اليوم يستهبل. شو الاكسبانشن اللي بعده ابجريد خلينا نسوي له. انزين هذا معناه نقدر نحطي مش ترانسبورتيشن لا نبغى نحطي نحن الحين لوحة حق الباب اكيد ونبغى نحطي فاينانس الحين لازم نحطي فاينانس لان البترول تكرم علينا واعطانا فلوس والله زين نتريا نحن الحين فلوس البترول. البترول المفروض انه ينتج اكثر الصراحة لكن انا مش وايد مهتم فيه حتى سيارات ما حاط له يعني يعني 2000 وشيء في اليوم. زين هذا شو سوالنا؟ هذا سوالنا كمية ناس مش طبيعية. اوكي حلو حلو لسه دخلنا بروفيت 2000 وشيء في اليوم. التجاري 2500 وشيء 5000 شيء من هايل 7000 شيء من هايل. زين يعني مش سيء لا وايد زين وايد زين وايد زين مش سيء ابدا بس ما عندنا انكم فعلي. بس اذا نبغى انكم الاكاديمي هالشي يسوي لنا هذا يعطينا الهاي ولثة. والله خلنا نشوف شكله وين يركب هذا. خيبة مكبر المبنى خيبة خيبة مكبر المبنى بس هذا لازم يكون وصل هاي ولث ولا ابي اسويهم كلهم هاي ولث. زين اذا انا عندي عمارة قاعد احط فيها اللو ولث زين مشكلة انهم هني قاموا يبنون شقق على اساس السوق فانا ما بقعد انكبهم واسويهم هاي ولث هايل. واذا حطيت الاكاديمي راح يسوي لنا مشاكل ثانية. زين هذا يباله وايد شغلات عشان اسويه خله هذا حق بعدين. بس خلنا نحطي لهم شيء يستانسون فيه والناس التي من برا عشان اللي هو الجامبلينج هاوس دهول المقامرة. المقامرة وين نحطيها مكان هني هني بيكون حلو لانه ما عندنا مباني هني. هني حطي لهم جامبلينج زين وهذا مفروض دخل علينا فلوس لان عندنا زحمة ناس يبون يستانسون. هاي تورست ديماند ايه ادري الحين كل شيء بيتم يقول لي ديماند 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 بيتم يطلع روح شوي. بس نحن الحين بنتم شو نسوي؟ نحن بنتم نعطي اللي هو البوش من يمين ويسار. بنحاول انه نخلي المكان متزن نوعا ما لان اصلا في سيم سيتي شوي صعب الموازنة مش سهلة.
ان نوصل هاي مثلا 100,000 نفر شوي يبالها شوي يبالها. انزين الحين عماير قامت تطلع شوي شوي، ترى شوف الموضوع يستهلك شوي وقت مع سم سيتي. انزين شو عندنا هنا مشكله؟ تعليم صح، تعليم مشكله. بس والله البرج حلو ترى، انا اقول لكم البرج هذا يا حبيبي لا والله مضبوط مضبوط صراحة مضبوط، انا اشوفه زين وايد زين، عدلنا وايد امور. تيب ابارتمنت تيب ابارتمنت تيب ابارتمنت زين. ان احنا ما باقي لنا شيء. سيتي هول موديل افاليبل، هي اعرف انه في عندي انا موديل افاليبل، بس اللي اعرفه اكثر ان مبيعاتي تعبانة. بس ممكن نضيف لحظة ترانسبورتيشن ستريت كارز، ما نبى ستريت كارز الحين، نبى ترينز، نبى ترينز والله نحتاج، نبى نحتاج، بس يبغالنا يوتيليتي في ترانسبورتيشن. الحين خلينا نحط ترانسبورتيشن، شو رايكم؟ غيرت رايي من فاينانس الى ترانسبورتيشن. اوكي اذا ترانسبورتيشن خلنا نزيد هاي بيستوي ضرابة هنا الحين. صبر بيسوون علي مظاهرات بيسقطوني من الحكم. صبر هذا اللي راح يستوي آخر شيء. شوف الناس تعترض هنا محتشرة يا حبيبي. مزي لا 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 تنزل لهم لا تنزل لهم لا تنزل لهم، يتعودون على الدلع عقب. لا تنزل لهم لا تنزل، نبغى ترانسبورتيشن. مضبوط ركب فوق الدايركت بينزل انكم مالي. الحين سيتي اوف ترانسبورتيشن فتح لنا اول شيء ترين ستيشن، في باسنجر وفي ستيشن. ما في عندنا الفرايت هنا، شو هذا كله باسنجر تصدقون؟ انا ليش في مخي نفس سيتي سكاي لاين بوتس. فيري تيرمينال، الناس بتروح ترد المدينه من هني. اوكي ايربلينز ايربورت ما نبى حاليا، نبى شيء يحل لنا المشاكل. دبل دكر باص انزين، هاي ليش زعلانين؟ تعال خلنا نشوف انتوا ليش زعلانين. مرضى مرضى ما في عياده هني ترى، خلنا نهتم فيهم ونحطي لهم عياده حق الصناعيه وحده هني تغطي الصناعية كامل، خلهم يجون يتعالجون هني مو مشكلة يستاهلون والله. وبنحط عيادة، مشكلة إذا وايد عيادات نحط بنفقر بنفقر من الخاطر. وهذا شو شو موضوعه؟ ما يدخل بروفيت. بنحط اللوبلث أول شيء تعرفون، لأنه خلينا نحط علامة إنه في كازينو هني، وبنحط اللوولث رومز تشيب رومز ورا، وبنحط مال نيكل يقامرون هني، حطي نايس رومز هاي مال ميديوم ولث اظني ميديوم ولث، نايس روم فوق يطالعون الشارع. ما في هاي ولث هني اصلا، نحطي هذا فوقهم. لا بنحطي مال اللوولث بعدنا، نحط مال لوولث. اوكي ليمت ريشت، هذا المفروض المفروض ان الحين لان هنا في وايد لوولث وقام يسكنون في عماير، وعندنا وايد لوولث هني لان نحن عندنا صناعات وايد ما عندنا مكاتب وايد. المفروض ان هني الحين يجون يمرحون يصرفون فلوس اللي نعطيها حقهم رواتب. الهدف في النهايه في نهايه اليوم ان ناخذ فلوس اللي نعطيهم اياها بفايده، يطلعون موارد نبيع العالم وبعنا بترول تو نايس زين. وما نقدر نحط شيء على هذا بس. اوكي شو الزحمه اللي هنا يا حبيبي يا حبيبي. الله 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 ولا ولا ما في ابجريد حتى ولا لحظه ما في زين من هنا. ليش ما يجون ليش ما يجون من هنا؟ زين صبر خلنا نسوي لهم درب ثاني.
لعل وعسى هذا يقولكم، لعل وعسى يجون من هذا الطريق. انزين الحين بي اس 2 عنده مشاكل كهرباء، اكيد مشاكل كهرباء. لازم مشاكل كهرباء طبيعه الحال، لان عندنا نمو مش طبيعي في المدينه. الحين نبالنا كول ولا شيء باور بلانت، هذا يبالا ميزانيه. لحظه خلينا نخطط عدل، لان ابغى احط الحين شيء، لان هذا كم ينتج لي 18 ميجا وات. حلو ركزوا معي، هذا بينتج لي 150 ميجا وات، هذا بينتج لي 75 ميجا وات. يعني فعليا زين صبر خلينا ننزل هذا. يعني فعليا انا هذا ممكن الغيه بالكامل، اقول له مع السلامه، لان محتاج المدخول ماله. ونحط كل ولا اويل باور بلانت وين؟ هني مكانه، ونشغل اللعبه. طبعا الحين بيستي باور داون على طول بسبت شو الاويل. اه في اويل، اوكي اشتغلوا في اويل، لازم يسوي هاي حق ناس. هو المفروض نحطي هذا عقب نشيل ذاك على فكره، المفروض، لكن انا ما عندي رفاهيه المدخول هذا للاسف. اوكي الحين عندنا كهرباء لين يقولون امين. شوفوا بيصفر كامل، بيستي اصفر، مش عندنا اكسس بس زياده، عندنا فوق زياده. يلا شوف كهرباء تبالها وقت اللي توصل. ليش ما بوصل كهرباء لفوق؟ شو مشكلته؟ اوكي اشتغل، بعد اشتغل. اوكي الحين يقدرون يسوون ابجريد صراحه. تم الماي لازم نحصل بعد مشكله، حل جذري للمشكله. يبال 44000 بس مو مشكله. عندنا فيار هني، عندنا كذا هني، بس شنو بنسوي؟ ابغى هني اوصل شارع اساس الخدمات توصل بشكل افضل. زين العياده بتوصل الحين اكثر صح؟ هي بوصل شارع زياده، ما عليه مشكله سامحني يا صديقي. زين بس وصل شارع زياده، الحين العياده وصلت لهني. اوكي الحين وصلت عندهم عياده. انا مسوي لهم طافتر على فكره، هاي اللي قوم بتجاره وصناعه وربعها ساحب عليهم. انزين الحين هذا مو مشكله، اويل باور بلانت احنا كله تصدير، ما عندنا اويل نستعمله داخليا اصلا. فبرايك لحظه هذا شو لوكال دليفريز اون جلوبال دليفريز اوف اون، خليه يشتري مو عليه. لا ليش نخسر دام انه مدخول مالنا اوكي. لحظه يوز مانج جلوبال، بنستعمل اوكي بنستعمله داخليا. البترول اللي انتجه بنستعمله هنا خلاص، يعني مش ان البترول قاعد يدخل علينا بلاوي اصلا. لو اقول لكم البترول يدخل بلاوي بقول لكم ما عليه، بس ما قاعد يدخل علينا بلاوي اصلا. بس الحلو ما استوت عندي زحمه على التصميم ها في المدينه على فكره، يعني انا ملاحظ انه ما عندي زحمه نسبيا وايد زين. خلينا نسوي ابجريد حق الربع هنا. في اماكن واحد ما ينتبه لها تفصل بروحها. اوكي شوفوا سووا ابجريد هاي، هذا واحد من الاسباب اللي للحين ما سويت ابجريد حق الشوارع. الحين اظني نقدر نسوي ابجريد حق الشوارع، انا اثق ان شاء الله الامور طيبه، ان شاء الله تكون الامور طيبه، ان شاء الله تكون طيبه. لان الحين لو سويت ابجريد حق كل الشوارع وهي يسووا ابجريد مره واحده انا بتوهق، فلازم ما يسوون ابجريد هم مره واحده، مش كلهم على الاقل مره واحده، لان بيطلعون انت عسى تبني بيت جديد تطلع من البيت شو القديم، وهم لازم يطلعون من البيت على اساس انه يبنون شو بيت جديد. فاذا استوى هالشيء هذا انا راح انكب، يعني بالعربي النكبه، انها النكبه تستوي، مش عاوزين بقى النكبه خالص يعني يا مرعي، مش عاوزين نكبة خالص. زين خلنا نرفع الحين الدنسيتي هنا شوي. هاي دنسيتي ستريت كار، لا ستريت كار ما نبغى، ما عندنا ستريت كار نحن الحين صبر بس. اوكي هالمنطقة اظني بتكفي، خلى على راحتهم، لان اذا استوى عندنا تفجر سكان انا بتوهق راح نكب. انزين
بعدين الحين عندنا كهرباء بس ما عندنا ماي، لأن إذا استوى عندنا تفجر سكاني مرة واحدة الماي هذا راح يروح فيها باي، عرفتوا؟ ولازم نجيب ماي من مصدر جديد اللي هو راح يكون من ناتنف سوموليونز. انزين بيكون ماي هني نوعا ما، مش نوعا ما بيكون هني، انزين بيكون ماي عندنا هني. من أكثر الناس يدخلون عليه الناس صح؟ خلنا نزيد عليهم تاكس، نزيد عليهم تاكس، نبا لفتين بس تاكس. الحين تشوفوا قام يشتري لنا على 24,000 وزيادة على لفة تاكس. كل فترة تشوفوا أعطيه فترة زمنية حلوة، عقب أرد أنزله تحت على أساس إن ترتفع عندهم السعادة، ما أرد أنزلها ترتفع، ما أرد أنزلها بالطريقة هاي يعني، فيكون عندي يتمون سعيدين قدر الإمكان. وما هي بالنكبة، ما بالناس تبدأ تطلع، مزين ما أبى الناس تطلع. زين الحين من أجيب ماي راح يتغير شوية وضع المدينة، راح يتغير. أظن أروم ممتد على اليسار، بس لا أروم ممتد على اليسار، أوكي ما عندي مشكلة. وأبى أحط الشارع من هني لين هني، من هني لين هني، وبالشارع موصول حق الزحمة بالطريقة هاي. شوفوا الناس قاموا شو تستوي عماير، عماير مرة عماير بالضبط بالضبط كده. شو وضع الكهرباء عندنا؟ في اويل، مستحيل ما في اويل، هاتوا له اويل، هاتوا له اويل اقول لكم. بعدين تسوي لي فيها لوكال ديليفريز يا حبيبي اون، ما يبتلي بترول مدينتنا هاي توقف. زين احسن اصلا يبطا هني اساسا نبدا شو استعمل طرق بديله يا جماعه، لازم كلهم يستعملون نفس الشارع يعني عيب والله. شوفوا بدأت تتغير العماير، حلو دام انه قاعد يتغير السلوري. انا هذا اللي ترياه من الصبح، ليش سويت ستريت كار انا؟ المهم ببدأ هاي دنسيتي لين اخر شيء المدرسة، هذا الخصم اوكي، هاي اهم شوارع سويناها لان ابجريد كلهن. في حد مش بقريدت منها؟ هذا ما باه، هذا ما باه عادي. انزين هاي العمارة، شوفوا شوفوا الناس بدأت تي خلاص، استوى في وظائف، استوى في هذا، استوى في كل شيء عادي، مرتاحين العالم. قاموا شوي شوي يجون، بس نقدر ندخل الزونينج. شو ناقص يا صديق؟ في شيء ناقص عندنا بشكل حساس؟ لا الحين الشيء ناقص بشكل حساس فعليا الدراسة. الدراسة عندنا وضعها مش ولا بد يعني. هلا هاي شوارع جديدة خلنا نحطي لهم باصات تشل عيالهم. عندنا عمارة جديدة جاية، يعني اصلا ابجريد المدرسة استوى شيء جوهري الحين. خلاص نحن اذا بنسوي اي ابجريد حق المدرسة الحين لازم يكون جوهري 100%. خلاص ما في ابجريد صغير، لازم ابجريد كبير او مدرسة ثانية. خلاص ما عندنا مجال اصلا نحن نلعب في كميه شو اسمه الدراسه، لازم يكون في ناس متعلمه بشكل حلو يعني. شويه مش متعلمين عادي ما عندكم مشكله، بس اذا عندي انا كم نفر؟ 30,000 واحد وعندي 700 طالب، شو اسوي فيهم؟ هاي شو يسوون؟ ما يخرجون شيء صح؟ احسب لكم يمكن عندي 10,000 طالب انا محتاج، اتصور من تصور شخصي. اوكي ليتس جو. زين نقدر نسوي ابجريد حق بيت منو العمده السيتي هول. الحين نقدر نحط مال فاينانس اذا نبا، عندنا فلوس. سيفتي عندنا، سياحه ما بركز عليها، فاينانس حق مدينه جديده اذا بنبناها، ولا ادوكيشن يبالنا. لحظه يبالنا ادوكيشن. ادوكيشن الحلو فيه أروم إياه حطي هنا على الزاوية، بعدين إياه حطي شيء هالصوب هنا. مزيد هذا معناه لازم أحطي هاي سكول عشان أغطي شوية دراسة. طبعا كل ما تطورون شيء لا تقولون آه بيستوي الوضع أسهل، يستوي الوضع أصعب ترى، يعني لأن طلباتهم مزيد. الأول ما في ثانوية، ما حيطلب منك ثانوية. من يستوي عندك ثانوية؟ كلهم يبون ثانوية الحين. يقولون عندك ثانوية عامة، ليش نحن ما ندرس؟ يستوي الوضع بالطريقة هاي.
وانت ادفع وادفع وادفع ولو يشتكون بعد اتوقع ما يشكون يعني كومبلين فول عندهم شكاوي على كيفك كل شيء على كيفك والله بشكل مش طبيعي يعني بشكل مرات يرفع الضغط ودك تحرق عليهم المدينة بس ما عليهم مشكلة يا اخي مش موضوعنا هذا الحين موضوع ان الحلقة وايد طولت وايد وايد طولت وعندنا 500 ولا 600 طالب ما بدارسين نبغى نحل مشكلة الطلاب اللي ما مش قاعد يدرسون اوكي بحطي لهم ثانوية عامة بس الثانوية ابغى احطيها عند اللوولث هاي اللي عندهم ثانوية صح ولا خلي كل الشغلات القوة عند الهاي وولث هني خلي عندهم شغلات القوة هني لا خلي عند هاي الحين خلاص الجماعة اللي هناك اوكي هاي كم طالب يشيل 800 طالب مفروض يحلي معظم المشاكل بس شو يباله اكيد يباله سكول بس اذا كل حد متعلم بعد ترى مشكلة لازم ما نعلم المدرسة كامل جيمنازيوم يشيل 500 طالب لا ما نبه فوق الحد ما نبه خلنا نشوف هذا من يشتغل مفروض يكون امور طيبة خلاص والناس تبدأ تسوي ابجريد يعني طبعا باصات موجودة خلاص يعني مش انه هل انتو تبون باص عند البيت العمدة بيت العمدة المهم يا جماعة هذا التطور في مدينتنا لهذه الحلقة نشوفكم حلقة قادمة على خير ان شاء الله لا تنسوا الكومنتات تحت والشير واللايك والحاجات الحلوة الطيبة الكويسة اللي بتعملوها كل مرة بقى يعني مش هقول لكم يعني فاشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.